خمس حي الإنشاءات 8/3/2012. هذه نتيجة أفعال الدبابات، مرور طرقات وتكسير الأرصفة. هذه مدرسة محمد الماغوط، كانت سكنة عسكرية. أيضا المنازل التي بجانب المدرسة استخدمت كسكنات عسكرية، كهذا المنزل. هذا المنزل كما كل المنازل في الحي تعرض للاقتحام والمداهمة والسرقة، وبعد وتحول إلى سكنة عسكرية، وبعد خروج عصابات الأسد من هذا المنزل تم حرق المنزل بالكامل.